ولنقاش الأوضاع المعيشية في قطاع غزة في ظل تفاقم البطالة إثر تفشي فيروس كورونا. ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قداح. أهلا بكم سيدي. أهلا بك سمية، أهلا بالسادة المشاهدين الكرام. وفقا لاتحاد نقابات العمال بغزة، فإن خسائر العمال بسبب حظر التجول قدرت ب 27 مليون دولار أمريكي. كيف انعكست جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة؟ بالتأكيد سمية، نحن اليوم في اليوم 17 طبعا من الإغلاق التام في قطاع غزة جراء جائحة كورونا، بعد أن ضرب هذا الوباء المجتمع في غزة، وهذا أدى إلى تفشي المرض بشكل واسع. حتى اللحظة مئات الإصابات، اليوم فقط 195 إصابة، وهذا عدد كبير مقارنة بسكان القطاع العدد الصغير. هذا أدى إلى ضرب الحالة الاقتصادية من الجذور هنا بالقطاع، خاصة أن قطاع غزة يعيش على المعونات والإغاثية ويعيش على العمل اليومي أغلب سكانه، وبالتالي انقطاع المواطنين عن العمل اليومي أدى إلى تفاقم أعداد العاطلين عن العمل، وأصبح وصول المساعدات أو وصول احتياجات السكان إلى منازلهم في غاية من الصعوبة. حركة المواطنين العاملين توقفت بالكاد هنا في القطاع، مثلا سائقي السيارات، أصحاب المحلات التجارية، أصحاب الباصات وأصحاب سيارات النقل، أصحاب محلات الدواجن، وهذه المحلات الكبرى التي تعمل في القطاع ويعتال عليها جل سكان قطاع غزة. معدل كبير من الموظفين أيضا لدى القطاع الخاص توقفوا عن الأعمال. 27 مليون دولار هذه خسائر طرحت في الوقت الماضي، فقط خسائر ما يقارب 17 يوما، وبالتالي نقول بأن الظروف الاقتصادية في غزة في غاية الصعوبة سمية. الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني قال إن نسبة البطالة أيضا ارتفعت في الربع الثاني من هذا العام إلى أكثر من 26%، وهي أكثر في قطاع غزة. ما الحلول المقترحة سواء من قبل الحكومة، حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة، وكذلك من الفصائل في القطاع؟ بالتأكيد سمية، الحلول هي حلول إغاثية في هذا الوقت على الأقل. نحن نتحدث عن تأخير في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية التي يعتال عليها نسب كبيرة من أبناء غزة والضفة، الفقراء بالتحديد. أيضا رواتب الموظفين، موظفي السلطة الفلسطينية، هي متدنية بشكل واضح، أقل من 60%. رواتب موظفين حكومة غزة صرفت في نسبة 50%، وبالتالي نحن نتحدث عن 300 دولار فقط ل 400 دولار من حصل من الموظفين على هذه المبلغ، فما ذلك نتحدث عن طبقة هشة من المواطنين، الحظ الأكبر منهم لا يعني لا يتناولون أو لا يحصلون على هذه الأموال. 400 دولار هي مبالغ ضئيلة، قليلة جدا، لا تكفي القوت اليومي للمواطنين. نحن نتحدث، المطلوب الآن هو تشجيع العمل الإغاثي والتنموي باتجاه غزة، الدعم الخارجي أيضا لغزة. نحن نتحدث عن التكافل الاجتماعي، بحيث تسود في هذه الأيام التكافل الاجتماعي، توزيع مبالغ قليلة وبعض من احتياجات المواطنين اليومية، ولكن هذا يكفي. المطلوب من وكالة الغوث الآن والصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية الضغط على رفع الحصار المفروض على القطاع، ومن ثم جلب هذا التكافل وهذه المساعدات الدولية إلى قطاع غزة على الأقل حتى يتم إدارة الوقت الراهن وهذه حالة الطوارئ الموجودة في القطاع. بالحديث عن المساعدات، استأنفت أونروا توزيع المواد الغذائية على العائلات، إلى أي مدى سيخفف ذلك من أثار فيروس كورونا على العائلات التي تلتزم بحظر التجول حاليا؟ بالتأكيد سمية، هذه المساعدات الغذائية طبعا هو عبارة عن بعض العبوات المليئة بالطحين، يعول هؤلاء 2 مليون مواطن على هذه الأكياس الصغيرة، ولكن هذا يسد على الأقل رمق كثير من العائلات. الآن الأونروا عندما أوقفت ذلك، نشعر بأن هناك نقص كبير في احتياجات ومستلزمات السكان، وبالتالي عودة لاستئناف توزيع هذه المساعدات الإغاثية سيخفف جزء من المشكلة، ولكن بالقطع لا يخفف المشكلة،
بشكل كامل ولا ينهيها. المساعدات التي بدأت الوكالة بتوزيعها هي مساعدات شهرية يتم جلبها عبر مؤسسات دولية تتكفل الوكالة بتوزيعها هنا في القطاع. بشكل عام هذا لا يحل أزمة قطاع غزة الاقتصادية، نحن نتحدث عن أزمة متفاقمة يوما بعد يوم. شكرا جزيلا لك الصحفي الفلسطيني أحمد قداح، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة.